السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. كتبت أهم المعاكسات والإضافات والاختصارات الوزارية وياهم التنقيط. طبعا يجي سؤال يعني كامل، فرع كامل اللي هي بها إضافات واختصارات ومعاكسات. مثلا عندي good bad cheap expensive. good جيد، bad رديء، cheap هذا رخيص، expensive غالي. hard soft، light thick صعب وسهل أو لين. يعني طبعا هاي كلش مهمة هاي النقطة. وأكو بعد معاكسات طبعا منزلة فيديو بوحدة المعاكسات. small هاي إضافات، small smaller e r، هنا nice بس ضفت لها r. people peoples إضافة s. foot feet، هذه مو عبالكم تضيفون s، لا هذه قاعدة شاذة، تصير foot feet أو tooth teeth أسنان. درايف درايفر اي ار، بيلد بيلدر اضيف لها اي ار. ماذر مام، فاذر داد، هاي دائما تجي. بوك بوكس بوكس بوكسز اضافه، اذا الكلمه تنتهي باكس نضيف لها اي اس باضافه اس. هاي اختصارات، هي از هيز، دو از داز داز هنا زين. they are there do not don't. she is will not want. big bigger happy happier. باعوا هنا خلينا هاي بس قريتين ما شرحتين. هاي اختصارات، do not see don't. she is will not see want، هذه will not see want اختصارها. big إضافة er happy. الواي إذا قبلها حرف صحيح نقلب الواي الى اي ونضيف له اي ار. يلا عيني اخذوا لها سكرين. هذا التنقيط، التنقيط علي 10 درجات. انتم التنقيط مو 5، الثالث 5. أول حرف من أول حرف من الجملة الأولى كابيتال. My grandpa is an engineer، بس أول حرف ماي، هاي ما عندي ننزلها عادي ونخلي نقطة لأن ما بادية بسؤال. هدى goes to Baghdad at weekend. هدى أول حرف، goes تنزل نفسها، to تنزل نفسها، Baghdad أول حرف، at weekend وخلي نقطة، هذين تنزل نفسها ونخلي نقطة لأن ما بادية بسؤال. Uncle Wissam comes back on Sunday، أول حرف capital، Wissam capital، comes تنزل نفسها، back تنزل نفسها، on تنزل نفسها، و Sunday أول حرف ونخلي نقطة لأن بادية بأسبوع. Where does a nurse work، بس أول حرف والوير بعدين نخلي علامة استفهام. Who works in an office، أول حرف هو وبعدين نخلي علامة استفهام. وإن شاء الله هم أكتبكم بعد تنقيط، وبعد إن شاء الله للدور الثاني الاختصارات، وأكتبكم إضافات، ويعني أنزلكم بعد فيديوهات، وإن شاء الله التوفيق.